الأرنب نمرة 7 ظهرت عليه أعراض السرطان. نمرة 7 آخر حقنة خدها يوم 12/7. كان لازم تبان عليه الأعراض قبل كده. قول للدكتور صادق يحقنه بالمصل الجديد. حاضر. يا دكتور صادق، دكتور أحمد بيقول لك احقن الأرنب نمرة 7 بالمصل الجديد. ليه يا سيدي؟ عشان ظهرت عليه النهارده أعراض السرطان. سرطان؟ والله هيفضل يعمل تجارب في سرطان لحد ما جيلنا احنا سرطان. احنا على كل حال وصلنا لنتيجة مش بطالة. التجارب دي عاوزة لها سنين مش 6 أشهر. ابقى قابلني لو نجحت بعد 6 سنين. ده كلام فارغ. انا مش فاهم معمل ادوية ايه اللي يجبره يعمل تجارب وهباب زي دي. ذنبه ايه الراجل المسكين عشان يضيع فلوسه؟ فلوسه اللي جمعها من البرشام والقطرة اللي عملتها له انا. يجي سي احمد ويقول له نعمل تجارب وهباب ونيلة. طب يا اخي وانت زعلان ليه؟ ما دام صاحب المعمل عاوز كده. عزوز بيه راجل على نياته، واحمد عامله البحر طحينه، مفهمه ان التجارب دي لما تنجح هيكسب ذهب. اتفضل وادي النتيجه يا شيخ. بلاش كلام فارغ مفيش فايده. 3.6. برضه التجربه ما نفعتش يا دكتور احمد. مش ممكن، ده احنا ضعفنا الكميه يا اخي. ريح نفسك شويه، من الساعة 8 لحد دلوقتي شغل ده شيء كتير قوي. ده ما تغداش كمان. هانت يا جماعة، أنا عندي أمل كبير إن التجربة تنتهي النهاردة. اسمع يا صادق، زود شوية من 17. يا صادق انت هتحط قد ايه؟ 2 cc. لا يا اخي ده خطر قوي، بعدين يحصل انفجار. تحط 1 بس. ادينا ارنب نمرة 7. هنحقنه تاني؟ تاني وتالت ورابع وخامس. اي فلوس رايحة في الهوا. وعايز يفهم عزوز بيه انه بيتعب وبيشتغل علشان يعمله مدير المعمل. لما يجي ده بعده بكرة ربنا يرزقه بواد فهلاوي يتجوز الهام بنت عزوز بيه ويبقى الكل في الكل. وخلي التجارب دي تنفعه. ايوه على رايك، اللي ترضى عنه الهام يرضى عنه عزوز بيه. ربنا يرضى عنا. ايش وصلك انت؟ دي حاجه عايزه ترتيب ونظام وتكتيك. احقن يا حبيبي احقن. خلاص يا دكتور صادق؟ ايوه يا دكتور خلاص. او ما تاخدش منه الاماره زي ما يكون صاحب المعمل. تعرف ده لو انسان عنده ضمير يبطل التجارب دي كلها ما دام ما فيش فيها اي نتيجه. ايه يعني؟ هي المساله مساله فلوس ووقت بيروح في الهوا؟ انا مستحيل اسكت على كده. انا لازم افهم عزوز بيه على كل حاجه، واذا ما كانش فاهم انا هفهمه. انت قدرت انت؟ لا ده مؤاخذه يا سعاده البيت. لو كنت تنوب هنا؟ لا مؤاخذه. جاتكم البلا، مفيش حد فيكم قلبه على الشغل. لا مؤاخذه يا سعاده البيت. نهارك سعيد يا عزوز بيه. دقيقه واحده يا اخوي. يا سلام سلم، يا حلاوه، يا ارض اشتدي ما عليك ادي. نعم يا دكتور صادق يا فندم. لو سمحت لي بخمس دقايق اكلمك في مساله مهمه. خمس دقايق؟ 10 100. انا النهارده مبسوط قوي خالص، حاسس اني شارب ازازه ازازه دواء قوي. سعادتك عارف ان ربح المعمل من القطره والششم والحاجات اللي زي دي؟ يعني هو انا فاتح المعمل ده علشان المكسب؟ فاتحه غيه، غاوي فتح معامل. ما انت عارف انا كان عندي معمل حلاوه طحينيه صحيح، لكن يكسب ذهب. كان يورد للبلد كلها حلاوه لكن معتبره قوي، اشي بالجوز وشي باللوز وحلاوه بالزبيب وحلاوه بالفستق. قفلته مخصوص علشان افتح معمل الادويه. حاكم انا احب الادويه، اموت في الادويه. طبعا سعادتك عارف ان بقالنا 6 أشهر بنشتغل في المعمل ليل مع نهار في التجارب بتاعه الدكتور احمد دي. الله يسهل لكم. لا من حق. هو فين الدكتور احمد؟ انا بقى لي يومين ما شفتوش، مع اني متعود اشوفه كل يوم 3 مرات بعد الاكل عدل. في الواقع انا عايز اقول لسعادتك ان التجارب دي التجارب ما احنا فيها اهو.
دكتور احمد. افندم. تسمح تيجي عندي شويه في المكتب علشان تاخد لك كوبايه ملح فواكه؟ حالا. تعرف الجواب ده جاي منين؟ جاي من مصلحه البكتريولوجيه. تعرف بيقولوا فيه ايه؟ انهم متكيفين قوي من التجارب دي. الحمد لله. والله يا بيه انا جاي اقول لسعادتك كده، احنا تعبنا في التجارب دي قوي. ما هو انت اصلك ابن حلال مصفي. احمد تعالى يا حبيبي تعالى، خش لي بالحضن خش. انا النهارده الدنيا مش سايعاني. خد اقرا الجواب ده، بيقولوا النتيجه مرضيه. مرضيه ولا مرضيه؟ ربنا يستر يا سعاده البيه. اهو دلوقتي قلبي حصل له اطمئنان، عرفت ان فيه رجاله اعتمد عليهم. وعلى راي المثل، ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه. خد حل وانت حل وانا حل. مبروك يا احمد، والله بيت بروحه كانه صاحب المعمل تمام. مين؟ مش احمد؟ امال ما هو احمد ده الاسبرينه بتاعتي اللي تضيع اوجاع مخي والام مفهومياتي. ابن حلال تمام زي مرهم الزنجو، تحطه على الجرح يبرد وانت راخر. والله من شوية كان بيمدح لي فيك ويشكر لي في اخلاقك. متشكر يا صادق، ما البركة فيك برضو. على اذنكم اتفضل يا ابني. ايوه جاي. ايوه اهو. ايوه مين يا فندم؟ الدكتور احمد. الدكتور احمد بيه موجود. الست الوالدة. هلو. اهلا امي. الله، والله الوقت فاتني يا عجل. كان عندي شغل كتير. لا لا لا، جاي حالا. سعادتك ما تنساش النهارده عيد ميلادي. وهي دي حاجه تتنسي يا ابني؟ يا ريت لك كل يوم عيد ميلاد. بس يا خساره، عامل رجيم. لا ما تخافش، انا عامل لك حاجه بسيطه كده، كرومي بس وشويه فراخ وحاجات. لا حاجه حلوه قوي. القناعة كنز لا يفنى، وعلى رأي المثل يا ابني بصلة المحب. ديك رومي وشوية فراخ. ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. كنت فين يا سي احمد لحد دلوقتي؟ حضرت البدلة يا بشير. الغريب الخالق الناطق التالي للمرحوم والدك طبعاً. كان دايما يرجع. كان دايما يجي متاخر. ايه كانت ايام. ابن حلال خد في الكلام من بوجي. بقى كده يا احمد، الساعه بقت 6:30، كل يوم بالشكل ده. حالا حلس يا ام. اظن ما انت قاعد من غير اكل لحد دلوقتي. والله ميت من جوع. طب تعالى نشوف الصفقه. ربنا يخليك وتوضبي لي كل سنه. انا عايز اوضب لك الحفله الكبيره، حفله فرحك. حقيقي يا امي عاوزاني اتجوزك. ده كل منايا. طب دي مساله نفر فيها، بس عاوزك تاخدي بالك من عزوز بيه، تعملي له ديك رومي لوحده. لوحده؟ طب والهام بنته؟ دي مسألة تانية برضه مفكر فيها. والله برافو عليكي قوي يا امي. برافو على اللي عملته. برافو على اللي عملته. مين اللي عملته؟ ان كنت شاطر قول مين. دي ايد واحدة ست، وست حلوة كمان. شامم ريحة بنفسك تبقى الهام. يعني من غير البنفسج ما تعرفنيش؟ وضبتش البراندة يا الهام. خلاص يا تيم. احب اشوف. لوحدها، يمكن حد من الضيوف يحب يقعد في الهواء. لا انتي ست بيت مفيش. افتكر؟ انا متأكد. تعرف الجنينة دي لازم تتغير. بعدين ابقي غيري فيها زي ما انت عاوزة. بعدين امتى؟ الليلة دي بعد العشاء حفاتك عزوز بيه في الموضوع. ايوه، استنى عليه لما يملى بطنه يقوم يوافق على طول. بس انا ليا شوية طلبات. اولا حمام السباحة في الجنينة. احنا هنقضي شهر العسل في سويسرا، وعلى بال ما نرجع نلقاه جاهز. وهعمل لك حوالين الحمام سور. سور عالي قوي. علشان ايه؟ عشان محدش يشوفك. وليه محدش يشوفك؟ لاني مش مستعد كل يوم اضرب واحد بالرصاص. انت بتغير؟ اللي يحب لما نغير. انا بغير قوي. لحم الديوك الرومي احسن انواع لحوم الطيور. وعلى راي المثل، مش كل طير يتاكل لحمه. والديك الرومي ولا مؤاخذة يا دكاترة، لحمه مليان فيتامين A B C ح ح ح ح.
صحيح اللي ياخد حق. انا عاوزك تعمل لنا شويه كده انها موجوده. انا حاسس ان تحت سنتي في حته فيتامين هندي. انتوا بتتكلموا ولا تاكلوش؟ احنا هناكل في العزومه الكبيره بقى لما ربنا ينجح احمد وتنتهي التجارب على خير. لا 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 لا، العزومه دي تبقى عندي انا، انا صاحب المعمل، وعلى راي المثل جحا اولى بلحم طور. انت بتعزمي علينا وانت دي ما بتاكليش؟ والله القلب تعبني شويه يا عزوز بيه، وكل ما اكل لقمه زياده المعدة تضغط على القلب. ها عندك القلب؟ انا عندي دواء في المعمل مخصوص عشان القلب، اسمه ايه يا احمد الدواء اللي كنت وصفته لصاحبك؟ كامل بيه عبد السلام الله يرحمه، كان عنده وجع القلب. ما تاكل يا عزوز بيه. دي انت واخد بالك مني قوي، تكونش عاوز زيادة هي؟ لا عاوز اثبت. واخد بالك عاوز يتثبت؟ ها ولا حاجة، ما نعطلكش. ايه الفستان الشيك ده؟ ميرسي. لا يا عليكي خالص. صحيح؟ انت ما بتضربيش تليفون ليه؟ مشغولة. في ايه؟ كل ما اضرب لك تليفون تقولي لي مشغولة، كل ما اكلمك تقولي لي مش فاضية. الهام، انت لسه زعلانة مني؟ يا انت لسه فاكر؟ نسيت يا الهام، نسيت الايام الجميلة، نسيت الفسح هو انا عقلي دفتر؟ بتضحكي دلوقتي. انت لازم تعالي يا الهام، انت في احتياج لشاب مخلص بيحبك تتجوزيه ويسعدك. عندك حق، برضو انا فكرت في كده. الهام يا عزوز بيه، عندنا تركيبة صغيرة عاوزين ناخد رأيك فيها. هو دلوقتي وقت تركيبة يا احمد يا ابني، ولسه دهومي راكب على معدتي؟ لا دي تركيبة في صنف تاني. انا والهام اتفقنا ان احنا نخلط البنفسج على السبرتو، يا ترى سعادتك توافق؟ الله، انا عمري رفضت لك حاجه للشغل يا سي احمد. موافق قوي. هل عزوز بيه موافق وانا موافق واظن ان سعادتك موافق. ايه طب وهي ايش دخلها في الشغل؟ ايش دخلها ازاي يا سعاده البيه؟ هي الشغل. اقول لي كده بعد كده تبقى هي روح البنفسج وانت السبرتو، مش كده؟ مظبوط. يا لهليبك انت، اتاريك يا اخويا واحنا قاعدين نتعشى جوه تقول لي كل كل، وعلى راي المثل اطعم الفم تستحي العين. يا امينه هانم تعالي، عندي خبر يفرح قلبك ويطيب قلبك كمان، ده احنا بقينا قرايب. الف مبروك. امال 100,000 حلاوه بالفل. ربنا يطمن بخير. انا هاعلن الخطوبه دلوقتي حالا. ما بلاش دلوقتي، ده القصور يكون في بيتنا. ما هو احنا برضو في بيتنا يا عبيطه يا نجيه. يا روحي اسمعوا يا جماعه، فانا سعيد جدا 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 اني اعلن لكم الرشده اللي ركبناها دلوقتي. بس محدش كان ينتظرها. والله انا فرحان قوي للدكتور احمد والعزوز بيه، وهلاقي احسن من الدكتور احمد فين. بكره يكتب له المعمل باسمه وهو محتاج. ده راجل غني ومبسوط يا اخي، لو كان عنده بنت تانيه كنت اتجوزتها انت يا صابر. ايوه فعلا فعلا. مبروك يا الهام هاني. عرفت تختاري مين مات؟ مبروك يا احمد. لما اتشكر اسمحوا لي بقى، انت عارف لازم اسافر الصبح بدري على السويس علشان اخلص الاجهزه اللي في الجمرك. ما خليك شويه يا صادق، انت عارف الصحيان بدري. يا لا سيبه يا احمد، عقبال عندك يا صادق يا ابني. ما تنساش تخلي بالك قوي من الصناديق وتاخد معاك الفواتير والبوالص. عندي في المكتب، هاخدهم دلوقتي. واه كذلك.
ايه ده؟ انت نايم على ودانك؟ انت هنا فرضية شغل مش فرضية نوم. يلا روح هات وافتح المكتب اهو. يلا. كبيرة ان شاء الله لما ننتهي من التجارب دي باذن الله. تعرف ان انا متاكد بان النهارده هنصل لنتائج مدهشه قوي ان شاء الله. احنا المره اللي فاتت حطينا قد ايه؟ 10%. نزود الكميه شويه يمكن النتيجه تيجي اسرع. نجيه وهات العواقب سليم. يا رب. يا رب. ان شاء الله سليمة. شدة ونزول. والله احمد ما يستاهل كل ده. ايه الحكاية العجيبة دي؟ ايه الانفجار ده حصل؟ والله يا صادق يا ابني ده انا عارف ولا حد عارف. انا رجعت دلوقتي من السويس رحت على المعمل وبعدين العمال قالوا لي على الخبر المحزن ده. الله لا يعيدها بقى. وما تجيش الا في احمد اللي يستاهل كل خير. ما هي العادة كده، المؤمن من صار. لكن المحققين ما عرفوش سبب الانفجار ده ايه؟ هيعرفوا منين يا ابني؟ دي الترابيزة باللي عليها كلها اتحرقت، هي لازم غلطة في التركيبة. ما افتكرش ان احمد يغلط غلطة زي دي. احمد كيمائي ممتاز. ربنا عاوز كده. اطمني يا هاني، اطمني. لازم يستريح شوية ولا حدش يزعجه. تفتكر الحالة خطيرة يا دكتور؟ والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يعني مش ممكن نعرف النتيجة؟ كلها اسبوع او اسبوعين او ثلاثة ونقدر نفك الرباط ويبان كل شيء. اطمئني خلاص، الدكتور بيقولك ان المسألة بسيطة. يلا بينا يا جماعة، الدوشة على العيان مش كويسة. طيب. على اذنك. طيب. اضربي لي تليفون لما يخف، لما البنج يروح. كتر خيركم. متشكر. لا الحمد لله. الحالة في تقدم مستمر.
واحمد بيه بشجاعته وصبره بيساعدنا على تقدم الشفاء بسرعه. احمد بيه مثال الصبر والاحتمال. وكيل النيابه كان عايز يسالك بعض اسئله وانا كنت قلت له اجلها، لكن يظهر انهم مستعجلين، واظن ما فيش مانع انه يسالك دلوقتي. خليه يتفضل. وهو كذلك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الله سلامتك يا احمد بيه. انا اسف قوي لكن. العفو. اتفضل. تسمحوا تسيبونا شويه لوحدنا. دكتور صادق انا عايزك. عايزني انا؟ يمكن احتاج لك في كم سؤال. انا تحت امرك. حب اندهلك. حاضر. والله انا ما شايفه لزوم للتحقيق ده كله. الدقه في الامور دي احسن. مين عارف ولاد الحرام كتير. ها ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اما اخش اشوف وكيل النيابه عنه. انا مش عارفه ليه طولوا قوي في التحقيق ده. مش فاهم. تحقيق ملوش اي مناسبه. المعمل اتحرق ولا فيش اي اثر. وهو معقول يكون حد عمل مخصوص كده في احمد؟ ابدا كلهم بيحبوه وما حدش يكرهه ابدا. انا لو كنت موجود ما كانش حصل حاجه مندي بالمره. دكتور صادق اتفضل. عن اذنكم. اتفضل. انت مصر على اقوالك يا احمد بيه؟ ايوه يا فندم. ده اللي هيترتب عليه نتيجه التحقيق كله. والنيابه يهمها انها تضع ايدها على المتهم مهما كانت صفته او مركزه. انا فاهم ومصر على اللي قلته. اذا مفيش قدامنا غير الدكتور صادق. انا بعد اللي سمعته من الدكتور احمد ومن الشهود اتضح لي انك انت الشخص الوحيد اللي يمكن تقدر تدلنا على الحقيقه. بمناسبه ايه؟ انا ما كنتش في مصر يوم الحادث. بصفتك زميل للدكتور احمد اللي يهمه قبل غيره مصير. بصفتي زميل للدكتور احمد تهمني سلامته قبل كل شيء. مفهوم. لكن انت قلت في التحقيق ان قرب النار من الانابيب يمكن يكون السبب في الانفجار، في حين ان الدكتور احمد اثبت بعدها عن الانابيب. والله دي حاجه ما اعرفهاش لان ما كنتش موجود. تفتكر ان واحد من المساعدين يمكن يكون اخطا في تركيب المواد وده كان السبب في الانفجار؟ ما اقدرش اكد لان النار اتلفت كل شيء ومفيش مواد نقدر نفحصها. لكن انت اثبتت في التحقيق انك كنت في المعمل قبل الحادث بالليل. يجوز انك تكون فحصت الانابيب و... انا قلت اني ما فحصتش الانابيب ابدا. انا رحت المكتب بس علشان اخد بعض الاوراق. مفيش حاجة تانية تحب تقولها؟ لا. ولا انت يا دكتور احمد؟ لا مفيش. اذا نبقى انتهينا من التحقيق. أنا آسف جدا لإزعاجك يا دكتور أحمد، وإن شاء الله نسمع عن خروجك من المستشفى عن قريب. سلام. شكرا يا فندم. سلام عليكم. عليكم السلام. خلاص يا حبيبي. أيوه خلاص يا أمي. إزيك يا دكتور أحمد؟ الحمد لله. أمال فين إلهام ما جاتليش إمبارح؟ الله هي ما جاتش؟ أصلها بعيد عنك تعبانة شوية. ليه عندها إيه؟ الحادثة يا كبدي يا بنتي أثرت عليها قوي. هي هتيجي ولازم تيجي. ما يحوشهاش عندك الا الشديد القوي. الو يا الهام. انت مش نازل تستحمى؟ لا والله اصلي متضايق شويه. من ايه؟ كنت في المستشفى بزور احمد. والله الواحد لما بيشوفه بالشكل ده ازاي النهارده؟ احسن. انما انا خايف عليه من الحادث ده. خايف لبعدين وشه يتشوه. خصوصا والدكتور مش مطمني ابدا. انا ما رحتلوش النهارده. عملت طيب انك بعدتي نفسك عن جو المرض والمستشفيات والحاجات اللي اتضايق دي. انا زهقت بقى. والله وانا كمان. يظهر مش هقدر اروح له الا الاسبوع الجاي. هو هيخرج امتى؟ هيفكوا الرباط يوم الحد. يوم الحد؟ ان شاء الله نتيجه كويسه. يا
بسيطة، الحمد لله اللي جت على كده، كلها كم يوم ولا بلاش أصل. الحمد لله. لا شوية مراهم تضيعهم. انت فكيت كل الأربطة يا دكتور؟ ايوه، لكن ليه الدنيا ظلمة؟ افتحوا الشبابيك ولعوا النور. انا مش شايف حاجة ابدا. يحرمك من نور عينيك. ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من طول عمره بيدعيلي، لكن ربنا ما استجابش دعاه، حرمت من نور عينيا. ما تقولش كده يا حبيبي، انا عندي امل. امل؟ هو انا بقى فاضل لي امل؟ فاكره يوم ما قعدنا هنا في الحته دي نحلم بالمستقبل والسعاده اللي هنشوفها بعد ما نتجوز؟ كان عندي امال كتير، لكن خلاص حكم عليا باني اعيش سجين. أرجوك يا أحمد، حتى جين أسعد وهنا مني. المسجون عايش بين أربع حيطان، أما أنا عايش في ظلام ما شوفش فيه حتى الحيطان. المسجون اللي السلاسل التقيلة مكبلة رجليه شايف الأرض اللي تحتيه، بيخطي الخطوة وهو مطمن. أما أنا لما أجي خطي خطوة أحس إني تايه غرقان، وإني يمكن أقع في أي لحظة وتكون دي الخطوة الأخيرة. كفاية يا أحمد، حرام عليك، أنا ما أقدرش أستحمل أكتر من كده. الناس كلها تحلم بالنهار اللي حيطلع عليها بعد الليل، إلا أنا عايش في ليل طويل ملوش نهاية. ما تنساش رحمة ربنا وعدله، مين عارف يمكن تسبح تلاقي نظرك رجع لك ونتجوز ونحقق كل أملنا. نتجوز؟ لا يا إلهام، أنا مرضاش. إيه ذنبك تعيشي على أمل ويمكن ما يتحققش؟ ليه تقضي طول حياتك ممرضة لواحد أعمى يتعكز عليك ليل ونهار؟ ليه تضحي بحياتك وشبابك علشاني؟ يا سلام يا أحمد، أنت فاكر إني؟ أنت حرة من دلوقتي، تقدري تعتبري إن الخطوبة مفسوخة. لكن أنا ما فكرتش في كده أبدا، إلا إذا كنت أنت ما بقتش تحبني. أنا بحبك من كل قلبي، علشان كده عاوز اعفيك من الخطوبه اللي بينا. لكن انا مش عايزاك تحفيني منها. الهام، انا مش عاوز حبك ليا يتحول لشفقه. الشفقه في الاحوال دي مؤلمه للنفس. احمد ما تقولش كده، كفايه الكلام في الموضوع ده. اشكرك، انت امل واحده شفتها. تعرفي لو كنت وافقتي على فسخ الخطوبه كنت بقيت اتعس واحد في الدنيا. يلا بينا. تعبناكم معانا. تعبكم راحة يا ست الهانم، هو الضفر يطلع من اللحم؟ ده احنا عيلة واحدة. صحيح احنا عيلة واحدة. اسمح لي عزوز بيه اهنيك ببنتك الهام، دي انبل واحدة في الدنيا. اهدى كله، اهدى كله. انا من شوية عرضت عليها
اني اريحها من مسؤولية الحياة وياي ونفسخ الخطوبة، لكنها بكل كرم ونبل رفضت. الا ترفض؟ طبعا ترفض، دي ترفض قوي يا احمد يا ابني. انا متشكر قوي يا جماعة، العطف اللي الواحد بيلاقيه وهو في المحنة بيخفف عليه ألمه. انا من شوية كنت فاكر اني بقيت تقيل عليكم، لكن دلوقتي اتأكدت اني بين اهلي واعز الناس علي. متشكر يا حلام. والله يا صادق يا ابني، انا بقول بزيادة علينا مصاريف وبلاش الاختبارات بتاعت السرطان ده، لان مفيش فايدة. والله يا عزوز بيه، التجارب دي مش بتتم في يوم واحد، وعلى العموم ارجوك اديني فرصة زي ما اديتها لأحمد. يا حبيبي مفيش فايدة، احنا على رأي المثل عملنا زي اللي رقصت على السلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت حسوا بيها. اسمعي، انت لازم تروحي النهاردة لأحمد. بكرة؟ لا انا بقول النهاردة، يعني النهاردة. يعني حبكت النهاردة؟ لا يا روحي ما حبكتش، انما بس يعني بقى لها زمان ما راحتلوش. والله انا كمان ما شفتوش من يوم ما خرج من المستشفى، واعتقد ان اي واحد عنده احساس ما يجيلوش قلب يشوفه بالحالة الفظيعة اللي هو فيها دي. وساعات البيع عايزها تربط نفسها جنبه وتشتغل له ممرضة. الساعة ولا الساعتين اللي بعدهم معاه ببقى حطق. مسكينة يا بنتي، ولا بختك مايل زي بخت امك. احنا كلنا طبعا مقدرين ظروف احمد، والله قلبي بيتقطع لما بشوفه. ده ما عندوش الا انه محبوس وعايش في الضلمة، لما يخليني حبقى حموت من العيال. يا ندمتي بعد الشر عليك يا بنتي، ان شاء الله اللي يكرهك تموتي. انتوا ايه عايزين تموتولي بنتي ولا ايه؟ يا وليه ما تخليش عقلك ناقص، مش هي اللي وعدته بالجواز ولما حب يفك الخطوبة ما رضيتش وطلعت نبيلة واخلاقها كريمة؟ ليه وانا ما عنديش دم؟ كنت عايزني اجرح احساسه. اهو كان كلام. والله يا عزوز بيه عنده حق، اقصد يعني لازم تفهموا احمد الحكاية على حقيقتها، لكن دي صدمة كبيرة قوي علشانه. وانا ذنبي ايه طول عمري ركز لواحد اعمى؟ انا واثق ان احمد بني ادم، ومش ممكن يخطر في باله انه يحرم واحدة زي الهام من هناها وسعادتها. ان كان عايز واحدة علشان تخدمه او في ستات كتير. سكت ليه؟ ما بتردش. مش هرد ولا حاجة، اعملوا اللي تعملوه، حكم الاخلاص ما بقالوش سعر الايام دي، وعلى رأي المثل ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه. الو مين؟ احمد؟ ده احمد بيسأل على الهام، اقول له ايه؟ قول له انها عيانة. عيانة؟ يا عيانة يا احمد يا ابني، عيانة ورقدة ومكلفتها في السرير كده و... عيانة بايه؟ عيانة بقول لك يعني كده متحكينة قوي خالص ونايمة خالص. متشكر يا ابني، سألت عليك العافية. يعني ما لقيتش حاجة تقولها له غير العاية؟ وانا جبت حاجة من عندي؟ ما انتوا اللي قلتولي اقول له كده، انا ما اعرفش اكذب، انا ما اعرفش شغل الثلاث ورقات بتاعك وده. على كل حال اول ما اشوف هقول له على كل حاجه. طيب. يلا بينا. يلا بينا. ما قالكش عندها ايه؟ لازم الصدمه اثرت عليها، مسكينه، انا كنت السبب. وانت بايدك حاجه يا احمد؟ انا خايف لتكون تعبانه قوي. بعد الغدا اروح اشوفها واطمن عليها. يلا نتغدى يا حبيبي. اما النهارده البيسنف انت بتحبه جويس يا احمد، تعرف ايه؟ حمام بالفريك. يا سلام، طال الخالي جبناتك للمرحوم والدك تمام. هي كانت ايام كان طول النهار رحمة الله عليه يقعد يقزقز في الحمام، مع انك انت وانت صغير كنت ما تحبش الفريق. ادين رجعت صغير تاني يا بشير، بتعلم الاكل من اول وجديد. ما تقولش كده يا حبيبي. الو؟ ايوه نعمة هاني، متأسفة مش حاضر اجي الليلة في الحفل، مشغولة شوية، اكلمك بكرة ان شاء الله. بس ربنا. هي حفلة المبرة الليلة؟ ايوه. لازم تروحي، ده عمل ساهمت فيه من الاول ولازم تتمميه. واسيب هنا لمين؟ افتح بقى. تسيبه لمين؟ ليه انا؟ انا طول عمري شايل البيت فوق دماغي. اتفضل يا سي احمد. الا تسيبه لمين دي كمان؟ مين بيعمل شغل هنا من 40 سنة؟ انا. مين واخد باله من كل حاجة؟ انا. مين هيفتح الباب؟ انا. فكري تروحي الحفلة، قالوا تسلي شوية، اصلك بتتعبي نفسك كتير. ما تشغلش بالك بحاجات زي دي، انا هجيب حد يساعدني.
ما تخافش يا حاج. دعم تولي الفراش. دخلت في اوضه المكتب. ده جه كم مره وانت في المستشفى؟ خليه يخش يا بشير، ده مش غريب. لا لا، مش عاوز حد يشوفني وانا باكل دلوقتي. اروح له. ازيك يا متولي؟ يعطيك الصحة وطولة العمر. لما كان نفسي اشوفك من زمان. كتر خيرك. اعمل لنا قهوة يا بشير. حاضر. زي حال الشغل والمعمل؟ المعمل اتلخبط وتبرجل، والدكتور صادق الله يسامحه ورانا الويل، الله يرحمها ايام زمان، فين حنلاقي زيك؟ ربنا عاوز كده، او البركة في الدكتور صادق. هو اذا كان بيظهر شوية شدة ولا حاجة ده من كتر اخلاصه للشغل. اخلاص؟ هو الجنس ده عنده اخلاص؟ وبعدين بقى يا عم متولي. والله يا سيدي البيه في حاجة موغوشاني ومش قادر اخبيها عنك. موغوشاك؟ خير. انا راجل مؤمن وقلب المؤمن دليله. قلبي حاسس بان الحادثة دي لها اصل. اصل؟ لكن ايه اللي خلاك تحس كده؟ اصل الدكتور صادق يعني كان جه المعمل قبل الحادثة بيوم وجه بالليل. وفيها ايه مصادق قال كده؟ اصله غاب كتير في الاوضة وكان خارج مضطرب. كان بياخد اوراق علشان يسافر تاني يوم. لو كنت شفت وشه هو خارج وعينيه باظة لقدام وبيشهر عرق وبيترعش زي الحرامي اللي خايف يتظبط والبوليس بيجري وراه. قلبي بيقول لي انه هو اللي دبر الحكاية دي لانه بيكرهك. بيكرهني؟ شعرفك انه بيكرهني؟ ودي حاجة تستخبى كلنا عارفين. لا، انت اصلك تكره صادق وعلشان كده بتشك فيه. لا يا بيه، انا قلبي دليلي، ومع ذلك هي كلمة قلتها وبكرة يدلك. غريبة، بتقول انه غاب كتير جوه الاوضة وانه كان خارج مضطرب وقعد اكتر من لازم. ايه ده؟ يا عمارة بيبنوه جنبينا. ازيك يا مستر؟ الله يحفظك يا ست هاني. انا رايحة الالهام بقى يا حبيبي. خديني معاك. يا حبيبي تتعب نفسك ليه؟ انا هطمنك عليه. لا، انا عاوز ازور الهام وغير الجو شوية. يستأذن بقى يا سعادة البيه. مش هما تشرب قهوتك؟ عفوا يا سيدي. يستأذن يا سيدي البيه. مع السلامة يا متولي. الله يحفظك. بس عاوزك تفوت عليا مرة تانية. احنا نستأذن يا سعادة البيه. ضروري. دي البدلة الكحلي مش كده يا امي؟ ايوه يا حبيبي. عال الهام كانت بتعجبها. قوليلي، شعري بيساوي كويس؟ بتساوي يا روحي. وكرفتك؟ كل حاجة كويس، كل حاجة كويس. طيب يلا بينا. يلا يلا يا بشير. والله عال تفضل بنتك كده نازلة لف في البلد وتسيبني هنا اموت من الجوع. ما تقوم تاكل وانت دايما همك على بطنك. ليه دي امال همي على بطن مين؟ على بطن الجيران؟ حكم. احمد بيه والست الكبيرة. احمد جه كويس؟ عجبك الشغل؟ اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا وسهلا امينة هانم، خطوة عزيزة. ازاي يا الهام؟ والله يا ستي مغلبانة، ما عدنا لحد دلوقتي من غير غدا. اصلها عيانة فوق في اوضتها في السرير. ايوه عيانة فوق في السرير. ازاي؟ عندها ايه؟ والله عندها ايه؟ عندها كده شوية دوخة بتجيها كل ساعة. شوية دوخة وكمان شوية ضغط دم. ضغط دم؟ في السن ده؟ مستحيل. ومسيبينها وحدها، مش حد يقعد معاها. الممرضة معاها فوق يا حبيبتي. طيب صح، نطلع نطل عليها. لا 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 لا، دي نايمة قوي خالص ومتغطية خالص. ايوه والدكتور مانع ما حدش يطلع لها فوق. بعد الشر عليها، ألف سلامة. الله يسلمك. معلش يا حبيبتي مرة تانية. انا بفكر اجي بالليل اجيب لها الدكتور لطفي زميلي علشان يشوف. لا لا لا، مفيش لزوم، ما يبخير. انا هبقى اطمنك عليها تليفونيا اولا فاولا.
أنست وشرفت. يلا يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. أنا مت من الجوع. هغديك غدا مودي. لعبنا تنس لما دخنا، وخصوصا ريحة البنفسج دي بتدوخ أكتر. هو في حد قدامنا ولا إيه؟ لكن أنا شايف ريحة بنفسج، ريحة إلهام. إلهام؟ إلهام مسكينة عيانة فوق، مفيش حد يا حبيبي. عملت الواجب ورحت له. انا اللي كنت السبب في حياها. وانت سمبك ايه؟ المصيبة دي اثرت على اعصابها. معلش بكرة يتيب. غريب، انا ما كنتش متصور لان الست دي بتحبني بالشكل ده. بيحبك؟ الله، ايه ده يا بشير؟ دي ست يستاهل قتل رقبته. انت اتجننت؟ ازاي تقول كده؟ دي ست ما يصحش انك انت تفكر فيه ابدا. لا، انت لازم جرى لعقلك حاجة. انت مش فاكر احنا دي من السلم مش شميت رهيب بنفسك؟ كان صالح ودكتور صادق وفيدو مضرب التنس. هي ودكتور صادق؟ ايوه، وطالعين مبسوطين وبيضحكوا مش عيان. وليه ما قلتليش في ساعتها؟ الست هو اللي منعني. هي ودكتور صادق لازم متولي عنده حق. يا احمد يا احمد احمد، كنت فاكر بانك اخر انسان يكذب علي، لقيتك بتغشيني زيهم. أحمد، دلوقتي بس عرفت ان اللي يتحرم من نور عينيه ما يقدرش يعوضهم ولو بعينين اعد الناس عليهم. انا خفت عليك من الصدمة. قلبي عليك يا ابني. مفيش حد قلبه على حد. انا من النهاردة مش عاوز حد يعطف علي. يا ترى يا الهي اطمع في السعادة معاكي؟ صادق، ده موضوع عايز تفكير. وانت عارف مصاريفي كتير ومهيتك عند بابا مش هتكفي. ده مش مهم، انا هعمل كل جهدي علشان اسعدك. لكن انا مش متعودة اكون تحت امر حد. انا اللي هكون تحت امري. اذا موافق. موافق على ايه؟ تكون العصمة في ايدي. العصمة في ايدي؟ ايوه، انا محبش حد يتحكم فيا. لكن دي لغمة جديدة يا الهام، ما افتكرش كنت مصممة تقوليها لشخص تاني. ارجوك، ده رأيي وانت فرح. عين قولي رايح على فين، قولي وفايتني المين، قولي قطعت القلب وراك، ما تقول لي كيف انساك يا جدلي يا نور العين.
ظلام في ظلام والعين الليل ما تنام من بعدك والله يا حرام تهجرني يا نور العين. لأحباب خانوا نسيوا لأصحاب مجروحي وقلبي من صعب وكويني يا نور العين. مين؟ أنا وبتعملي إيه هنا؟ أنا متأسفة اللي أزعجتك، ده مش بيت. شيء غريب. بعتتك صينية هانم مش كده؟ ايوه يا هانم اتفضلي اتفضلي اقعدي يا نور. متشكرة. انا متأسفة على اللي حصل، ابني انصدم صدمة قوية لازم نستحمله كلنا. معلش يا هانم. البيه قاعد في الفرندة برا جياله حالة. انا عرفت انك متعلمة واخلاقك كويسة. انا قعدت سنتين في الجامعة ما تمتيش دراستك ليه؟ والله يا هاني حصل ظروف، والدي توفى ما قدرتش اكمل. سمية هاني قالت لي انك تقدري تبيتي عندي. ايوه اهلي كلهم عايشين بعيد عن مصر، اذا تفضلي ويانا على طول واعتبريني زي والدتي تمام. يا ترى ايه يا ترى هشوفه تاني غير العذاب اللي قسيته طول هواني؟ ايه يا ترى ايه يا ترى هشوفه تاني غير العذاب اللي قسيته طول هواني؟ غدرت بالايام وراحت ايام صراحة اشوفه تاني. No.
علشان تعبان شوية. تحب ننده لك الدف نور علشان يقرا لك الجوابات والجرامين بداله؟ لا. طيب انا رايح السوق، مش عاوز حاجة من برا؟ لا. صادق، في جواب لحضرتك. ايه.
ايه ده؟ مين يستحمل الرئيس بالشكل ده؟ من يوم ما اتجوز بنت المدير وهو مشتاق نفسه. ده حرق بسيط وانا بطفي النار. انا متاسف، كل ده بسببي. أنا كنت بحب حاجات كتير، لكن دلوقتي خلاص. تسمح لي أكلمك بصراحة شوية؟ اتفضلي. أنا شايفة إنك متشائم ومستسلم للياس. متشائم؟ أمال عاوزاني أعمل إيه؟ أنت راجل مؤمن يا أحمد بيه، واللي يؤمن بالله يستحيل الياس يعرف طريق أنا. ده كلام عظيم، لكن الظاهر بإنك بتروحي سينما كتير. سمعت الكلام اللطيف ده في أي فيلم؟ أنا بكلمك عن إحساس وتجربة. أي تجربة؟ يا مادموازيل أنت لسه ساذجة. لو كنت حقيقي بتكلمي عن تجربة كنت كرهت الدنيا، كرهت المجتمع اللي احنا عايشين فيه. غيران منه. لا لا يا أنسة، أنت لسه ساذجة وبسيطة، لأن الحياة ما قستش عليكي ولا دقتيش طعم الذل والألم. أنا اتألمت في حياتي أكتر مما تتصور يا أحمد بيه. في حاجة ما أظنش إنك جربتيها، حاجة أفظع من أي مصيبة تانية.
طبعا انا مقدره. لا انا ما بتكلمش على عينيا دي، ممكن الواحد برضو يتعود عليها. امال عن ايه؟ عن احساس مر اليم، احساس الانسان بانه ضعيف مغلوب، احساس المظلوم انه محروم من انه يدافع عن نفسه، مش قادر ياخد طاره، مش قادر ينتقم. لا يا احمد بيه، الانتقام قسوة. قسوة لذيذة ما يعرفش لذتها الا اللي ده قسوة الناس عليها. والصفح ضعف والتسامح عادي. الصفح والتسامح والشفقة والرحمة دي الفاظ جوفاء غضوا بيها الضعف علشان يغطوا بيها على ضعفه استكانتهم. الحياة ما ينفعش فيها الا القوة والبطش، اللي يجرحك جرح يجرحه اتنين، واللي يعترض طريقك دوس عليه. ابدا ابدا يا احمد بيه، انت غلطان. انا مش غلطان، دي سنة الحياة ما تتغيرش، الضعيف لازم يموت والقوي لازم ينتصر ويسود. الضعيف مش الطيب المسالم. الطيبة ضعف. ابدا ابدا، الطيبة والتسامح والعطف مفيش انبل منهم. انا كنت زيك كده وهبت حياتي لخدمة الانسانية والمسل العليا، وادي النتيجة زي ما انت شايفاها. عم متولي الفراش، صباح الخير يا عم متولي. صباح النور يا سيدنا البيت. عليك إيه؟ لا مؤاخذة اللي جيت في وقت يعني غير مناسب. على اذنكم. في ايه يا عم متولي؟ النهارده اتحققت يا سيدنا البيه المية مية ان سابق هو اللي عامل العمله السودة دي، دي مساعد ما كان بيقرا جواب بحلق عينيه وهو بقى زي المجنون. يا سيدي انا جاني جواب من الدكتور احمد. جواب؟ اه. جواب ايه؟ بيقول لي فيه يا سيدي اللهم صلي على النبي، وارجو ان يتفضل زميلي الدكتور صادق لاتحدث معه عن تجارب مصل السرطان، واسلمه المذكرات الخاصة بابحاثي والتي كادت تنتهي حتى لا تضيع على الانسانية. الله اكبر، الانسانية دي عجباني ومكيفاني قوي. حتى لا تضيع على الانسانية فرصة الافادة مما يخفف ويلاتها. يا سلام، كلام حلو. انا عاوزك توصل لحد الدكتور احمد تفهم منه الحكاية على اتم ما ينبغي وتجيب منه المذكرات. ما كان يبعته احسن ما يعطلني، اصل انا مشغول قوي. ولا نبعت له دكتور حسني؟ يا ابني يا حبيبي يا سيدي، الحاجات اللي زي دي عاوز الواحد ياخد ويدي. واحمد ولد ناصح ومدقدق، وهو اللي ابتدى الاختراع، وعلى راي المثل اكبر منك بيوم يعرف انك بسنه. حقا لو ينجح الاكتشاف بتاعه ده الدنيا هتبقى نغنغه. ثم انت كنت دراعه اليمين، انت اللي كنت بتساعده، مين اللي هيفهمه غيرك؟ اصلي ما شفتوش من يوم حكايه جوازي دي. جوازه ايه؟ الواحده كانت مخطوبه لواحد، والواحد ده له واحد صاحبه، قام صاحبه اتجوزها بالنيابه عنه. يجرى ايه؟ يزعلهم من بعض؟ ده هو خلاص الدنيا ما بقاش فيها لا محبه ولا انسانيه. على راي المثل تكون في بقك وتقسم لغيرك. انت دلوقتي تروح حالا زي ما هو قايل في جوابه الساعة 8 بكرة، تقول عنده تجيب منه الاستكشافات والمذكرات بتاعته. حاضر. يلا يا حبيبي يلا. بعد الكتب اهو، والست نور جاية حالا. يا سلام لو كنت نعرف نقرا ونكتب، الا يا خسارة كانت القراية والكتابة فانتازية في ايامنا. كانت ايام يا اخي احنا فيها اتعلم. والله انا مش فاهم حاجة. طيب التسويق سهل الواحد يفهمه ويعرف معناه، لكن المشخبة المخلبة الاسود دي ازاي بتطلعوا منه حكاوي وحواديت؟ انا راح نتجنن. اهو لو اتعلمت تبقى تقدر تفهم المشخبة الملخبط دي. يا سلام على ست نور وهو بيقرا لك. يا سلام، يبقى الكلام طالع من بقه كده سي الشه. يا سلام عليه، يا سلام يا سلام. ايه عجبك قوي يا بشير؟ عجباني دي قمر منور ياجي بالباشا، وش ابيض زي البنور، بق زغنت الطبول حاتم سليمان، مناخيره نبقى من الشام، صوته صوت كروان، شعري اسود غتيز، سنان ابيض زي اللولي، جسمي كده معندق وزغنتت، خدوده 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 هيبك منها الدم، ودم ايه؟ شربات. والله وبالله شربات يا شيخ. مين دي يا عم بشير اللي دمها شربات؟ اه ايوه دي دي مراته الاولانيه. ها؟ مراتي؟ ايوه مراتي، حاكم الدم بتاع الجنس بتاعنا يا ست نور، الدم بتاعه كله شربات. والله وبالله شربات يا شيخ، وانا فاهم وانت فاهم. عن اسنكم.
اما انا لقيت لك حتة مقالة في المختار هتبسطك خالص. الطب اتقدم قوي في علاج النظر. اسمع عم اقرالك. منذ بدء التاريخ والناس يتطلعون الى ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الطب شفاء العمى، وقد اجريت مئات من التجارب لهذا الغرض وباءت كلها بالفشل. اما الان ففي كل مدينة كبرى في الولايات المتحدة اطباء عيون يمارسون هذه العملية الشاقة بنجاح، ويردون الى العمي ابصارهم. حقا ان تطعيم القرنية لا يبرئ من كل انواع العمى، ولكن اكثر من 20 من بين 100 اعمى تنزل بقرنياتهم علات يمكن شفاؤهم منها بهذه العملية. نعم انها معجزة العلم في القرن الحديث. كفاية كده، دي كلها حالات نادرة. انا ما يصحش اضحك على نفسي. انا عارف يا نور اني فقدت بصري ومبقاش هيرجع تاني. وليه لا؟ انت دكتور وتعرف انه الطب ممكن يداوي كل مرض بس مع تقدم الزمن. سيبينا من الحكاية دي دلوقتي، انا خلاص استغنيت عن النظر خالص، خصوصا بعد تمريناتك اللطيفة دي، وداني بقت زي عناية تمام واحسن شوية. يلا بينا نجرب. دكتور سعد ايه؟ عال دقيقة واحدة ابشير. يا نور ده زميل قديم جاي يتكلم وياه في الشغل. طب اسيبكم انا. بشير افندم. اسمع بشير، الجواب ده تجيبه كأنه جاي من بوسطة بعد 5 دقايق. حد فاهم؟ فاهم يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه. ازاي الصحة؟ في غاية الشو والله. ازيك يا صادق، احنا اللي مشتاقين قوي والله. وحشني. والابحاث عايزاك الحقيقة، ما كانش حد يقدر على ابحاث المتعبة دي الا انت. العفو، انت اللي فين؟ ايه اللي حايشك من انك تزورني يا اخي؟ والله مكسوف. مكسوف؟ انت غلطان يا صادق. هو كان يخطر على بالك بان انا اسمح لها انها تدفن حياتها مع واحد زيي؟ في الحقيقة يا احمد انت انسان نبيل. متشكر. اقعد يا صادق على مكتبي علشان امليك المذكرات اللي عاوز اقولها لك. وهو كذلك. عامل زي المرجيح. الكرسي بيزيق، في ناس بيتضايقوا منه، لكن انا دلوقتي اصبحت الاصوات بتونسني. تعرف اني مبسوط قوي من اهتمامك للابحاث وانك لسه بتفكر في الاعمال الكيماوية. الكيمياء دي هوايتي من ايام ما كنت تلميذ صغير في المدرسة. ده علم نافع مفيد، ولو ان بعض الناس بيستخدموها في اغراضهم السفلة، زي اللي استعملوا الغازات الخنقة والقنابل الذرية والحاجات دي. ايوه فعلا ده صحيح. في جواب على شانك يا سعد. جواب على شاني؟ من مين؟ والله ما نعرفش. تحب ان ندهلك الست النور علشان يقراهولك؟ لا هاتوا، انا خلي الدكتور صادق يقراهولي. ما تخليش حد يزعجنا علشان عاوزين نشتغل. وقفل الباب وراك. حاضر. اظن احسن اقفل الباب بالمفتاح. عندك على المكتب السكينة اللي بفتح فيها الجوابات؟ ناولها لي. دلوقتي اتعلمت ان انا استعمل ايديا كويس. خد شوف لي فيه ايه. جمعية خيرية مش كده؟ ايوه فعلا من جمعية خيرية. بيقولوا ايه يا سيدي؟ بعد التحية نتقدم الى حضرتكم. الله
وحسك بيترعش كده ليه؟ انت مش من انصار الاعمال الخيرية؟ ولا تحب نادي السكرتيرة تقرهولك؟ لا انا حار، انا حار، اصلا عندي صداع قوي النهاردة. بعد التحية نتقدم الى عزاتكم ملتمسين. انت نسيت القراية ولا ايه يا صادق؟ انا ولو ان العمى حرمني من الكتابة والقراية، لكن دلوقتي بقدر اقرا افكار الناس. تحب اقرا لك الجواب اللي في ايدك؟ بيقول يجب ان نبلغكم بان الحريق الذي حدث في المعمل لم يكن قضاء وقدرا، ولكنه كان من تدبير زميلكم الدكتور صادق. فخ فخ منصوب لي، انت اتجننت يا احمد؟ معقول اني اعمل كده؟ انا رخمه الازايز، انا كنت ادي انت وقعت بلسانك. لو كنت بريء ما قريتش جواب مظبوط ليه؟ انا خفت عليك. اعمل اللي فينا دي، اي حركه تعملها هسمعها. فاهم انك عملتني وتخلصت مني، لكن انا هموتك. شكر قوي يا انسه نور، انت بظرفك واخلاصك بتخففي عني الامي. انا متاسف بس اللي مش قادر اشوف شكلك زي ما بسمع صوتك، لكن انا متخيلك جميله وخفيفه. انا مش جميله زي ما انت بتتصور. لا لا لا، انا متخيلك تمام. انا بيتهيألي بان شعرك اسود وعينيك سود وجسمك صغنن ومحندق. وايه كمان؟ ودمك خفيف. دي حاجه ما اقدرش اعرفها انا. لكن انا حاسس بيه زي ما انا حاسس بكل اللي بتعمليه علشاني، وعمري ما هنسى اهتمامك بيه. الا قوليلي يا نور، في حاجة عاوز اسألها لك، لكن خايف لا يكون فيها شوية فضول. فضول؟ العفو يا احمد بيه. ارجوك تبطلي حكاية احمد بيري، قوليلي يا احمد بس. الا قوليلي يا نور، مالكيش اصدقاء؟ البنات اللي كانوا معايا في الجامعة. لا ما قصديش يعني مالكيش. لا ماليش. الله، طب وبتضحكي ليه؟ ويهمك قوي تعرف؟ انا بس كنت خايف ان اكون بعطلك ولا. لا اطمن ماليش. صحيح، انا سعيد جدا. مش باين عليك، انت دايما قاعد تفكر وشاغل نفسك وعاوز تنتقم. واحدة سابتك وتجوزت واحد تاني، ما يصحش ابدا انك. انتم غلطانين، المسألة ما هياش علشان الهام زي صادق ما قال. ازاي؟ انا مش ممكن اكون بفكر في الهام. صحيح، انا سعيدة، سعيدة جدا. وانا كمان يا نور. يا بني قول لي، يا بني قول لي، محتار
بحبه قلبي ماله بيدق ليه بيدق 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 ليه يا ريتني قولي بسألك مني خايفة أكون بحب بس مش عارفة وإن كنت بسألك مني خايفة أكون بحب بس مش عارفة يا مين يا مين يا مين يا مين يقولي يا مين يقولي بحتار عليه وقلبي ماله بيدق إليه وقلبي ماله بيدق يا سلام يا سلام ربنا يهزك يا شيخ يا سلام على صومه وهو بيجري كده على البيانو بيضحك بس حاسب على صوابعك وهي بتجري كده على وشي زي صوابع الجزار الحب مرة في العمر كله وكل قلب له جنة تتغنى بيها لو يوم تصدق وعشت فيها والحب جنة تتغنى بيها لو يوم تصدق وعشت فيها يا مين يا مين يا مين يا مين يقول لي يا مين يقول لي بحتار عليه وقلبي ماله بيدق إليه وقلبي ماله بيدق إليه معلش يا صاحبي وجع ساعة ولا كله ساعة يعني دي أول مرة بنحلق لك فيه احنا بنحلق لك دقنا كنت عندي كده انت بتتكلم كتير النهارده يا بشير معلش دي أصول السنة يا نور عيوني اللي انت جنبي ما تقول لي هتهني قلبي وتقول بحبك واشوف نصيبي ونادي ويالي قال حبيبي وتقول بحبك واشوف نصيبي ونادي ويالي قال حبيبي يا مين يا مين يا مين يا مين يقول لي يا مين يقول لي مصطفى اخويا صباح الخير يا نور ايه اللي جابك بالوقت تعال تعال نعيما الله ينعم عليك حضرت الورد يا بشير ايوه حضرته ونقيته بايدي ورده ورده من الصنف اللي بيحبه الست نور والله الست نور دي ظريف ولطيف وخفيف وبيحبك بس بس بلاش لك يا بشير هات الورد خلينا ننسى حاضر يا مصطفى وحشتني خالص امتى سبت المستشفى خدت اذن وجيت علشان اشوف وازاي صحتك دلوقتي اخر اشعه عملتها كانت النتيجه كويسه والرئه خفت تقريبا انا انشغلت عليكي لما ما جيتيش الجمعه اللي فاتت وانا بعت لك جواب وقلت لك اني مشغوله شويه الجواب وحشني خفت لحسن تكوني عيانه ولا حاجه ميرسي يا حبيبي
مش عاوز حاجة علشان انا واصل لحد الجنينة؟ لا كتر خيرك، روح انت يا بشير. مالك يا نور، خايف ومضطربة كده ليه؟ لا مفيش، بس يمكن احمد بيه ينزل دلوقتي. طيب ومال؟ اصلي ما قلت لهمش ان لي اخ في المستشفى وعيان بصدره. ارجوك يا مصطفى تفهمني. انا فاهم كويس ان العيادة الناس بتخاف منه. انا ما حبيتش اتكلم لغاية ما تخف وبعدين اقول لهم كل حاجة. انا مش هرجع المستشفى الى اخر النهار، ولازم نقضي اليوم ده مع بعض. انا هجتهد اخلص من شغلي. انت بتستناني في الجنينه اللي في الميدان، عاوزين نروح حته هاديه بعيده عن الناس نقضي اليوم فيها. انا نفسي يا حبيبتي نرجع زي زمان، نعيش مع بعض بشقه صغيره واعمل كل جهدي علشان تعيشي مستريحه ومتهنيه. سيب الشغل ده، انت ما اتخلقتيش علشان تشتغل، انت اتخلقتي عشان تعيشي ست بيت والناس هم اللي يخدموك. وانا هعمل كل اللي بوسي عشان اوفر لك السعاده واعوض لك التعب اللي شفتيه بسببي انا. وديني قط يا بشير. قطك؟ ايوه حالا اتفضل. امينه هانم واحمد بيه ناس طيبين جدا، وما ظنش يقولوا اي حاجه لما صارحهم بالحقيقه. ده بقى ايه يا احمد؟ في ايه يا حبيبي؟ ولا حاجه، تعبان شويه متضايق. انا امي قررت اني اسافر لبنان. لبنان؟ ايوه لبنان، يمكن التغيير يفيد صحتي. اللي يريحك. وطبعا هتاخد نور معاه. لا خليها وياك علشان تعتني بيكي هنا. مش ممكن تسافر لوحدك؟ مش عاوزها وياي. الله، سيبيني على راحتي يا امي ارجوك. طيب طيب يا حبيبي زي ما انت. المطار جاه. اسمع يا بشير، عاوزك بكره تروح تحضر لنا باسبورتين علشان نسافر. الف مبروك يا سي احمد، والله انا قلبي كان حاسس. ربنا يزيد. يا سلام. الغريب ان انا برضو كنت عملت البجابور للمرحوم ودك وستو حالم لما جم يتجوزوا. بس يا بشير انت اللي مسافر ويا يا مش حد غيرك. ها؟ النهارده الجو لطيف خالص، الشمس ماليه الجنينه، بس مش عارفه من اللي سبقني ولم الورد. اتفضل ننزل تحت. لا انا هستنى هنا في اوضتي. انا جبت لك كتب جديده. متشكر. طب والبيت اللي قلت هنكتبها للوزاره؟ مش ضروري. اصل ورايا مشوار صغير، فاذا كان ممكن ناخد الحاجات دي قبل ما امشي. تقدري تتفضلي تروحي دلوقتي. بس مش احسن نخلص الحاجات دي قبله؟ اوه ارجوكي تسيبيني لوحدي. تقدري تروحي مطرح ما عاوزه وقت ما انت عاوزه.
حسين القريب آمنت بالحب بدم يدعني إلا عذابا في بق كل الناس. الله 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 والله عال ما نفتحها خمارة ونخلص. وبتشرب ايه على كده؟ Thank you.
حبيبك جنبك حيهمك ايه من الليل ومات لو تنسى همومك لا تروح له برامك غير العزال غير العزال اسمعنا جواه وارحم شكواه هنيه بهواه في الدار ليه خايف من ايه افرح ويا هنيه بهواه في الدار ليه خايف من ايه انت ليك اتفشيني طفي للنار يا طويلي بارد شويه اللي هي عصمتها في ايدك ولا عصمتك في ايدها ايه ده يا صادق كده تضرب ضيوف في عيد ميلادي لا 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 مالكش حق يا دكتور صادق انك تحكنن علينا الحفله بالشكل الشنيع ده ليك نفس تضرب واحد من معازيمنا استناه بره دي اصول الحفلات يا حبيبي اما مالكش حق ده كلام ايه ده هو ده فأنت بس لو اعرف هو فين كان الواحد يرتاح شوية بكرة يرجع بالسلامة ونعرف كل حاجة ده بقى له 3 اشهر من يوم ما سافر انا خايفة يكون جرى له حاجة بعد الشر يا هاني ما تقوليش كده انا بعت جواب للقنصلية المصرية في بيروت ولما يجي الرد نعرف كل حاجة دي اول مرة بيسافر بعد المصيبة اللي جرت لنا سلامي تانيك يا حبيبي قلبي سلامتك يا هاني عبده عبده ادعي الدكتور لطفي لازم تستريح ولا تتعبش نفسها ابدا دي ما بتعملش حاجه ابدا يا دكتور لازم تعيش في جو هادي لان قلبها تعبان واي خبر محزن او مفرح يأثر على صحتها الحقن دي لازم تاخدها عند مجيلها الازمه اشكرك يا دكتور العفو اشوفك ايه لا اخرك لحد دلوقتي لغايه دلوقتي مستنيك يا هاني ميرسي ومين قالك تستناني والله بصفتي جوزي خفت يكون حصل حاجه لا سمح الله لا ما تبقاش تخاف عليا طبيعي مش هخاف عليكي لاني شايف ناس كتير بيوصلوكي انا ما اسمحلكش تكلمني باللهجه دي ده شيء يجنن خلاص زهقتي طبعا زهقت تعالي تجنني يا اخي ايه يا بنتي في ايه مالك بتزعقي ليه انا عارفه اسالي زعلانة اني بسألها اتأخرت ليه؟ تسألها اتأخرت ليه؟ وانت مالك؟ ليك عندها ايه؟ عكروت لي بنتي؟ ازاي يا هانم دي مراتي؟ ما هي دي غلطتي، هي عيني على وقعتك الكحلي، انت يا اخويا ده تسألها لي رايحة منين وجاية منين ليه؟ هو انت ايه؟ وكيل نيابة؟ اطلعي يا بنتي قدامي.
فودي جميلك فين؟ تعب نفسك معايا، تعبك راحة يا هاني. برضو ما جاتش اخبار من احمد. وبعدين بقى احنا قلنا مش هنفكر في الحكاية دي. غصب عني يا ابني. ادي كلام الدكتور، انا هقابله بدالك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ده احمد يا سلام يا سيدي. اهلا، ازيك يا حسن؟ الله يخليك. مبسوطة؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا احمد بيه. انت نور؟ ازاي؟ احنا انشغلنا عليك قوي عشان ما بعتش اي جواب. فين امي المال؟ هي مش موجودة ولا ايه؟ لا موجودة في اوضتها، بس ملهاش كيف شوية. ازاي الشغل يا بنتي يا حسن؟ كل حاجة تمام يا عمي بشير. ما زيت ماما. معلش برضو يا امي، تعرفي لولا حصلت لي النوبه القلبيه ما كنتش حتى قلت لك. اغفى عليك يا حبيبي. انا عاوز اعرف الناس على حقيقتها. ما لقيناش الدكتور لطفي، طلبنا دكتور ثاني. ما فيش لزوم، الحمد لله انصرف التعب. الحمد لله. احنا بعتنا للدكتور جودة. بشير ازيك يا بشير؟ الله يسلمك يا ست عالم، والله ما في حد زيك ابدا، احنا كنا متغوشين عليك خالص. اما يا ست عالم احنا لفينا لف واتفرجنا فرج، فاكر من 40 سنه لما سافرنا مع المرحوم البيه الكبير؟ كنت انت لسه ما اتولدتش. ايه كانت ايام. اما يا ست عالم المره دي اتفرجنا على امارات. يا سلام، كل اماره اماره. فين؟ ايوه كله اماره واماره. قد كده يا ست هانم في لبنان، بس قد كده بس. يلا بينا نخرج علشان نسيب امي تستريح. مش تقعد معايا شويه يا احمد؟ لا يا امي معلش، انت محتاجه دلوقتي للراحه. والله يا احمد بيه احنا كنا مشغولين علشانك. انا متشكر يا انسه نور على العنايه اللي اعتنيتيها بامي في اثناء غيابي. العفو يا احمد بيه، انا ما عملتش حاجه. بالعكس، انت قمت بكل المطلوب منك، وعلشان كده اديتهم امر يحضروا لك شيك مكافأة ليكي. بالشكل ده محدش يبقى له فضل على حد. الله، احمد بيه انت اتغيرت خالص. انا مش فاهم ليه بتقولوا عليا اتغيرت. كل المسألة ان انا بقيت عملي، كل شيء وله ثمن، حتى الابتسامات والدموع والعواطف. حضرتك تقصد مين بكده؟ يا بشير، ده مبدأ بينطبق على معظم الناس. بشير عقل، وحياة ابوك اضرب تليفون في المعمل واسأل على متولي، علشان اذا كان هناك نروح ندوره الليل. اوكي. الواحد مش لازم ينسى اصحابه القدام، مش كده ولا ايه يا انسة؟ يا الف حمد لله على سلامتك يا سعادة البيت. الله يسلمك يا عم متولي. كويس والله اللي لقيتك، انا كنت خايف لما تكونش ورديتك الليلة. امال بقى تكبر بخاطر وتشرب كوباية شاي. وهو كذلك. اسمع يا بشير، روح انت لحد الاجزخانه هات الدواء. اورايت.
اهلا وسهلا يا سعاده البيت، احنا زرنا النادي النهارده. متشكر يا عم متولي، وازاي الحال؟ مبسوطين اهو. والدكتور صادق ربنا يورينا فيه يوم حتى نطلع على جتتنا البلد. ده نبقى مدخله القهوه متهيالي احط فيها سم علشان تهري مصارينه. الله يا عم متولي، جرى لك ايه؟ خليك انت بعيد عن الافكار دي، ده يستاهل تقطيع جتته. قول لي، هو لسه برضه بيعمل تجارب السرطان؟ لا، وداير حايش. ده سرطان ايه يا ده؟ هي تقطع سيرته. اتفضل بقى سعادتك، اما ايه اولع على الشاي. طيب. نفسك علشاني قوي. انا هروح دلوقتي اشوف الشقه اللي عندك، مش تيجي معايا؟ ما ظنش احمد بيجي، ولو خرجت يمكن. يعني اروح لوحدي؟ انا عاوزك وياه. معلش يا مصطفى، بعدين الشقه ما تعجبكيش وترجعي تتضايقي. ما دام حكون معاك ما يهمنيش، ان شاء الله نسكن جاش. ده انا بتمنى اليوم ده من زمان يا مصطفى. مع السلامه يا حبيبي. مين هنا يا انسه؟ ده مصطفى اخويا. اخوكي؟ انا اسف يا احمد بيه اذا كنت اتعب. الهان عرفت انه خرج من المستشفى وقالت لي خليه يجي وانا اديله جواب توصيه عشان يشتغل. دي اول مره بيجي هنا؟ لا، جه مره قبل كده. جه قبل ما سافر باسبوع؟ اظن كده. تشرفني مصطفى. انا سعيد جدا يا مصطفى افندي. متشكر خالص. نور افندي. خديني اختي. عايز امليكي كلمتين. حاضر، مع السلامه يا حبيبي. ليه خبيتي عليا ان لك اخ؟ مش عيب تكذبي؟ الكذب عيب لو كان قصدي اضر حد. وتفتكري انك ما ضرتيش حد؟ بالعكس، انا خبيت عشان فيه ناس بيتضايقوا ويتشائموا من الامراض دي. ما علينا، اتفضلي اقعدي واكتبي. ارجوف. اتفضل. حبيبتي. حبيبتي، انا هنا بشتغل سكرتيرة اعمال مش سكرتيرة. تفتكري اني لازم اجيب لي سكرتيرة خصوصي علشان جواباتي الغرامية؟ من فضلك اكتبي حبيبتي. حبيبتي ايه؟ انت تكتبي اللي امليه عليكي وبس. اكتبي من اول السطر: لقد ظلمتك وكنت اعتقد انك كسائر النساء لا هم لها الا اللعب بقلوب الرجال، ولكني اكتشفت بالصدفة السعيدة انك انبل فتاة التقيت بها، فاسمحي لي ان اركع تحت قدميك.
قلنا فإني أركع تحت قدميك طالبا الصف. كتبتي؟ إزاي عايز تكتب لها كلام زي ده؟ هي مين؟ إلهام. مش عرفك إنه الإلهام؟ هو أنا معرفش بنات غيرها؟ ما كنتش فاكرة. عرفتها في لبنان؟ لا عرفتها هنا. أرجوك ما تضيعيش الوقت. متأسفة. اكتبي. تركع تحت قدميها. وبعدين؟ ما تفتكرش إنك تنزل من عينها لما تقول كلام زي ده؟ لا دي إنسانة ممتازة. أنا خايفة تكون مخدوع وترجع تتألم تاني. بالعكس ده أنا أفتكر إنك لما تشوفيها هتحبيها أنت كمان. دي بنت لطيفة قوي، جسم صغنطط ومحندق، وش أبيض زي البنور، شعر أسود غطيس، سنان زي اللولي. زي مرات بشير. إلا دمها، ده دمها زي الشربات. ده تحسني في شكلها. يلا بينا نكمل الجواب. الجواب وصلها خلاص. وعرفت اللي فيه؟ وما به صار معلوم. وردها ايه؟ سمحتك خلاص. اذا نكتب لها جواب تاني. عشان؟ مدام سمحتني اطلب منها تضحية تانية. ما افتكرش ترفض لك طلب. وما تتضايقش. بالعكس. وتضحي بحياتها جنب واحد عاجز ما بيشوفش. هتكون له نور عينيه وتسعد حياته زي ما حيسعد حياتها. هتتحرم من الفسح والتياترات. كفاية عليها تكون جنبه. تفتكري انها ترضى تتجوزه؟ ده كل مناها. بس عيبها انها بتعيط ولا معهاش منديل بتمسح عينيها بايديها. احمد احمد حبيبي ازاي حصل؟ دي معجزة الطب اللي كنت بتتمنيها. تتحرك انت وهو وهي لحد ما نجيب السلطان وعالجيب معانا الشربات. شربات والله وبالله الشربات. يا سلام. النهاردة ما تحسبش من عمري يا رفي، وفاضل حاجة واحدة بس. لما تنتهي بنجاح هبقى اسعد واحد في الدنيا دي. هي ايه؟ انا عشت طول المدة دي بامل واحد، وهو اني انتقم من صادق اللي هدم حياتي وذلني. احمد الحقد عمره ما يسعد صاحبه. شوف كرم ربنا رجع لك نظرك تقوم تعصى اوامره. بالعكس انتقامي من صادق يعتبر عمل خير، حريح العالم من شروره. انا ضميري مستريح وراضي عن اللي عملته. عملته؟ عملت ايه؟ اللي عمله فيا بالظبط. كلها دقايق، واول ما يبتدي يشتغل ينفجر المعمل ويطير وشه. لكن ده اجرام. ده انتقام. العين بالعين والسن بالسن. انت بتعمل ايه لحد دلوقتي؟ بتخلص لحد دلوقتي؟ ما هو ايه جاتك البلد صباحك نايم برضه جاتك؟ لو كل واحد خطاره بايده تبقى الدنيا مجزره. ارجوك سيبينا من الموضوع ده، يلا بينا الام نفرحها وخطوبتنا. خطوبتنا؟ انت عاوز تبني سعادتنا على الانتقام؟ عاوز تلطخ زواجنا بالدم؟ انت تنتظر مني اعيش وياك وبيننا شبح الجريمة؟ احمد فكر في سعادتنا ومستقبلنا. تأكد لو ان الجريمة دي تمت هتقضي علينا. هتعيش طول عمرك طريد العدالة. ان ما كنتش هتيجي معايا حالا انا هروح بنفسي. ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. مدام افندي ما جاش؟ لا لسه. طب يومين فاضل 5 دقايق على الميعاد. احنا قلنا نيجي النهارده بدري شويه عشان نخلص الشغل اللي في ايدينا ده.
برضه زي ما كنت انا متوقع. ما تخافش، انا جيت عشان انقذك. خلي مظلوم، انا ما عملتش حاجه. تبي تروحي بقى تجيبي الحاجه اللي انت عايزاها وتبعتي لي العربيه على هنا. الله، مش عربيه احمد دي؟ على كل حاجه ماليش اي حياه. انت دبرت جريمتك باحكام، لكن ربنا نجاني، انا سامحت بيه. هو اللي دبرها ازاي وما قلتليش ليه؟ انت تعمل كده اغص حياه اتقي شر من احسنت اليه. ما كنتش افتكر انك سافل بالشكل ده. انا مش ممكن اعيش وياك، انت مش فاضي ولا اعرفك. انا متشكر يا الهام هانم على الشعور النبيل ده. عن اذنكم، على عموم المساله انتهت. الحق على ضميرك.